السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله عاد القحمة والجلسة الرهيبة. ودي أتكلم اليوم عن موضوع صلاة الفجر. الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يقولون من صلى الفجر، من صلى الفجر في جماعة، ممكن الجماعة في البيت، ممكن الجماعة في المسجد، فهو في ذمة الله، أنا نيتي إن كل صلوات الفجر تكون يا في جماعة يا في مسجد، نيتي. واليوم اللي أصلي فيه ثلاثة فروض في الجماعة مع المسجد أكون فرحان، وخمس قمة، أني أصلي الخمس في جماعة. لكن من السنة إذا سافرت أنك ما تصلي في مسجد، أن تصلي في الفلاء وتؤذن في الفلاء، فتشهد لك الشجر ويشهد لك الحجر أنك إيش أذنت أو صليت. أنا رجل كثير السفر، حتى بيتي يمكن ما أجلس إلا يوم في أبها، واليوم هذا أضغط على نفسي أني أصلي فيها في المسجد إذا الله أراد. وصلاة الفجر هي اللي تبين المنافقين، هي وصلاة العشاء. اللي يصلوا في الفجر قلة وبقيت صلوات كثرة، وأشوف بعض الناس حتى صلاة العشاء ما يحضرونها والتراويح يحضرونها، والتراويح سنة والعشاء فرض. الفرض أولى يا جماعة بالحضور، وليست السنة اللي هي صلاة التراويح. لكن نقول جهل وعن طيب نية يقولون هذا الكلام ويفعلونه. وذاك أقول أسأل الله أن يجعلني وإياكم المصلين في الصف الأول، وأسأل الله يجعلنا من أهل المسجد، وأسأل الله يجعلنا من يلم المسلمين، وأسأل الله أن يحببني إلى المسجد ويحببكم إلى المسجد، ويحببني الجماعة ويحببكم الجماعة. والله أن يتمسك بستر الكعبة وأقول هذا الكلام، إن الله يحببني إلى الصلاة. فوالله حتى لو لم أصلي في جماعة نيتي صافية وطاهرة، وإني محتسبها لله عز وجل، وإني أحاول أفيد المسلمين ولا أضر مسلم أو كافر أو إنسان أو حيوان. الله الشاهد على سياستي في الحياة. فأقول خلونا نتعاون على صلاة الفجر، وخلونا نضغط على أنفسنا، وخلونا نصلي في جماعة، وخلونا نظهر قوة سواد المسلمين في الحضور في المساجد، وخلونا نكون قدوة للإسلام والمسلمين ولأولادنا ولزوجاتنا. والله إني أول مقصري، والله إني أفرح إذا لقيت ناس جنبي يصلون ويقولون يلا قمنا نصلي، والله إني أفرح. لكني ما أبغى صلاة كلهم فأنافق من أجلهم، ولا أضغط على أولادي طلعوا يصلون خوفا مني، لا، فيشركوني مع الله أبدا. أقول لعيالي صلاة الفجر ترى أذن، ومشيت رجعت وما قد صلوا، قلت يلا صلوا جماعة ومشيت، لأني أبغى الصلاة كل الله عز وجل. أسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق، إنه على ذلك قادر. والسلام عليكم ورحمة الله. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.